حضرة الباشا، خير يا بسام باشا؟ عم شوفك كتير بالقصر لتكون سكنت هون. عفوا يا باشا، بس أنا بدي أعرف بخصوص الوظيفة اللي قدمتها هداك اليوم للسلطان، شو صار فيها؟ مولاي ما قلك إنه لازم تكون صبور يا باشا؟ بس ما ضل عندي صبر، من زمان عم بنوعد، كأني حاسس إنكم عم تضحكوا علي. انتبه لكلامك كتير منيح بسام باشا، هذا مو شغلك أبدا. إمتى ما نحن بدنا من وصفك؟ يلا روح هلا، في مليون شغلة براسنا. هانت يا باشا، والله لا خليك تندم على هالحكي. وهات كمان مدود. أكيد في غلط، خلونا نتفاهم. والله هيك بيخرب بيتي يا بشوات. إيه، وليش ما فكرت هيك قبل ما تبيع هالبضاعة المنزوعة للناس؟ الله لا يوفقك. اسمع يا ابني، خد هاد لعند القاضي مشان يحاكمه. طول ملك، والله العظيم ما بقى عيدة. انت بتعرفوا شي للوزير الاعظم؟ ايه طبعا بعرفه. طيب السلطان سليمان؟ ولا شو هالسؤال؟ انا حابه اعرف عنه وعن شخصيته، بيقولوا انه كتير قوي. شو رايك تتركينا منهم هلا؟ تعالي خلينا نطلع لفوق. اشتكيت على جعفر افندي اليوم يا وئام، لو بتشوف شو صار فيه. لك اسكت لك شوي بقى، انت بتضل تقر مثل النسوان. شو دخلني بجعفر افندي؟ ان شاء الله ربي بياخده وبياخدك. انت ليش بتعصب فورا؟ شو رايك نقعد هون يا ولد؟ تعال شوي. مور يا باشا، جيب لنا جره بارده بس كبيره. لا تنتين، ولا اقول لك ثلاثه خليهم، او بالمره جيب كل شيء عندك، بدي انسى. بعت لنا كمان رقصات حلوين بس يكونوا جدادها. يلي بيسمعك عم تقول جداد بيقول انك تعرفهم كلهم، لا ترد عليه، جيب لنا شي رقاصتين ونقيهم سمان شوي مثله لهاد. خد هالحكي. كأنه جيهان غفيت؟ ايه سلطانة؟ انتبهوا عليهم منيح، لا تتركوهن بنوب. اطمني يا سلطانة، حنكون عطول قدام الباب. لا، حتضلوا عندهم هون مو برات الأوضة، وخاصة بالليل. وكمان خبري باقي الجواري، بدهم يناوبوا فوق راسهم للولاد طول الليل. ما بدي يصير شي مو منيح. حاضر، مثل ما بدك سلطانة. إبراهيم باشا لسه ما إجا؟ لسه ما إجا يا سلطانة. أهلا وسهلا يا باشا. إن شاء الله عجبك البيت. حلو كتير. المهم أنت جنبي، أنا ما بدي شيء أكتر من هيك. ما كنت أتجرأ أحلم بهذا الشيء. مراتبك بالمستقبل رح تعلى وتعلى، وبكرة بتشوف. كأنك صايرة بصارة، من وين بتعرفي هالشي؟ معقول يا باشا؟ كل هالقوة الموجودة عندك وعم تسأل؟ القصة قصة وقت وبس. صحيح إنه إبراهيم نفد بحفلة الطهور،
لأنه الزلمة غلط وما ضربه بنص قلبه. بس بكرة بتشوفي شو رح يصير فيه. بده يدفع حياته كلياتها تمن دعسته لكرامتي وعن قريب كتير. وأخيرا يا سلطانة، في مكان هون أقدر أتنفس فيه براحتي وبدون أي مراقب. مع أنك كنتي بالحديقة طول اليوم، ليش ما انبسطتي؟ كيف بدي انبسط ومعي حارس طول الوقت؟ واحد قليل احترام وشايف حاله كمان. يلي بتجاوز الحدود معك لازم يتعاقب فورا. هذا اللي فوق بس هو بيك محترم وكمان له قيمة كبيرة، معقول يضايقك؟ بس أنا ما حبيته أبدا، بيضلوا حوالي طول الوقت ما بيخليني أخذ نفس. هو شغله هنيك وهون كمان ما فيني أخذ راحتي. سلطانة عن إذنك أنا لازم أروح. يا فريال، شو بدي أعمل من دونك؟ شو ويقام؟ شو اجينا مشان نقعد؟ يلا قوم، قوم ورقص وانبسط. لك اسكت بقى يا بني آدم، مو شايف أعصابي متوترة؟ ولا شايفني مبسوط كتير؟ خليك أنا برقص. قال رقص قال. ويقام؟ أنا ما بدي حدا عندي، بدي أبقى لحالي. أنا ضروري شوف البالي بيك. هو ماله هون؟ في موضوع كتير مهم لازم يعرف فيه. شو هالموضوع؟ احكي، أنا بنقول له يا لبالي بيك. أنا ما بقدر، ما فيني أقوله. لا تاكلي هم، رح يكون سر كبير. تصبح على خير. انت خليك عم تهز كرشك. ابراهيم. سلطانة، لسه ما نمتي؟ مو نعساني. انت ليش هيك تأخرت؟ كنت مشغول. انت فيكي تروحي. لا خليها ابراهيم، الاولاد بحاجه لحدا يضل عندهم طول الليل. لا تروحي. بس هي غرفتنا الخاصه يا سلطانه، معقول يضل هون؟ ابراهيم، بتعرف قديش تعذبت لصار عنا اولاد؟ سلطانة، ما بيجوز تضلي خايفة عليهم كل هالقد. بكرة رح تتعبي وتتعبيهم ولهم كمان، وهيك بتأذيهم. مولاتي سلطانة السلطانات. ويقام، وينك انت؟ شو قصتك مختفي؟ قالوا لي طلعت من الصبح. كنت مشغول شوي يا مولاتي، بس جايب لك اخبار مهمه. شو هي؟ احكي. انا قدرت اعرف لك مين هو اللي حاول يقتل الباشا يوم الحفله. عن جد ويقام؟ مع انه تعبني
أنا صار لي فترة عم دور عليه، بس أخيراً لقيته لهالخاين الغدار. قول مين هو وخلصني. بسام باشا. مين بيكون؟ هو باشا مهم بالدولة، كان بالماضي شيخ البكاوات بالأناضول، بس من فترة إبراهيم باشا قاموا من منصبه، ومشان ما حدا يشك فيه إجا يهني بطهور الأمراء، وهو كتير مقهور على وضعه، ومشان هيك حاول يقتل إبراهيم باشا. أنت متأكد؟ 100%. طيب من وين لك هالمعلومات؟ عندي مصادري وبقدر أعرف كل شيء يا سلطانة. موثوقة هالمصادر؟ بإذن الله. صباح الخير نصح أفندي. شو هدول؟ فرشت كل شي موجود بجهازي. شو رأيك؟ ذوقي عجبك؟ إيميون ما بدي شوف هيك شي ببيتي. بتمنى تسمعني. كل واحد فينا عنده سر، وأنا ما رح أنسى المعروف يلي عملته معي. لو بخدمك كل عمري ما رح أقدر كافيك أبداً. الباشا أخذ لك بيت جديد، وبكرة بتفرشيهن عنده. طيب كل لقمة قبل ما تطلع. معه حق والله. حكم القاضي حسام أفندي على جعفر ابن أحمد طاشهان المسجل ضمن دائرة التجار بدفع 200 ذهب غرامة مالية، وتنفيذ عقوبة التشهير بتهمة بيع بضاعة فاسدة للناس، وبالإضافة لرفع السعر بشكل باهظ، ويعتبر هذا البيان قابل للتنفيذ فورا. حرام عليكم، ليش هيك؟ والله ما بقى عيدة. معقول تنصب علينا وبدك يانا نسامحك؟ ما بصير، لازم تتنفذ العقوبة مشان تكون عبرة لمن اعتبر يا جعفر أفندي. سلطانة باشا خير إن شاء الله؟ صار شي مشكلة؟ وصلني خبر مهم بيتعلق بحضرتك. هالفترة قصص كتير عم يحكوها عني الناس، أي وحدة سمعتيها؟ أنا عرفت مين هو الشخص يلي حاول يقتلك. عرفتي مين هو؟ معقولة؟ منيح. يا ريت تاني مرة تعرف مين هنن أعدائك قبل ما تفكر تتهمني بكل شي. طيب قلي لي مين بيكون؟ بسام باشا. كيف عرفتي انه هو؟ بصراحة هو معترف بعظمة لسانه. وانا كيف بدي صدقك؟ باشا انا مصادري موثوقة. خلينا نفترض انه يلي عم تقوليه مزبوط. انت شو بتخسري اذا قلتي لي مين هو يا سلطان ويان؟ روح تأكد بنفسك، ولازم تعرف انه مو بس انا عدوتك، في غيري، لانه في كتير ولاد حرام حابين انه يبعدوني عن مولاي السلطان. نصوح أفندي طلع من شوي، مانو هون؟
مين على الباب؟ إبراهيم باشا هو اللي بعتني لهون يا خانم. مبارح حط عندكم أمانة وهلأ هو بده إياها. ما قال لك شي تاني كمان؟ لا يا خانم. مولاي السلطان ليش طلبتني؟ ليكون صاير شي مع أبي؟ لا تخافي، الأخبار كتير منيحة. ولا تطمني أكتر، بعتتي جيبوه لهون، يعني رح تشوفيه قريبا بالقصر. مولاي أنا كتير ممنونتك على اللي عم تعمله معي. صار فيكي تروحي. مولاي قولي. نسيت غرض بالقارب يلي إجيت فيه لهون وكتير غالي علي. قولي لسنبول يجيب لك إياه. هو ذكرى من أمي المرحومة وما بأمن لحدا يجيبه. لكان رح أبعتك مع بالي بيك. بروح مع سنبول لكان. بهيك حالي خليك يوم. ادخل. عيبك يا خانم؟ خير صاير معك شي؟ قصدي سبب تشريفك لهون. أنا إجيت غصب عني، بدي أجيب غرض من القارب يلي إجيت فيه، والسلطان أمر تروح معي. بخلي الحراس يروح يجيبوا لك يا. بدي روح بنفسي لأنه بدي أتمشى شوي. السلطان سمح لك تروحي؟ إذا مو مصدق أسأله. وليش ما أسأله؟ سلطانة درة خانم، كيفك؟ منيحة؟ شكراً. وإنتي؟ كتير مبسوطة اليوم. أنا عاوزتك بموضوع. موضوع شو؟ السلطانة الأم قالت لي خبرك إنه عزمتك على العشاء اليوم. حعزمتني إلي على العشاء؟ خير إن شاء الله، شو المناسبة؟ ومن أين هالمحبة؟ لا تكون ناصبت لي فخ. سلطانة اللي قالت لي وصلته. وأنا مضطرة أروح طبعاً. إبراهيم معه حق، خوفك الزايد رح يضرك أنت بالأول ورح يأثر على حياتك الزوجية. هالشي مو بإيدي سلطانة، بحس إنه في حدا رح ياخدهم مني. خديجة؟ أستغفر الله. هويام كيفة؟ مزبوط إنه صارت كتير منيحة؟ طبعاً بعد ما نفذت اللي بدي إياه. اليوم المساء رح نتعشى أنا وياها، رح أشوف إذا كانت هدياني ولا بعدها مثل الأول. هي عازمتك يعني؟ لا، أنا دعيتها. ما فهمت. يعني شو فيها؟ بدي اتعشى انا ومرت ابني سوا وحابه دردش معها شوي. اهالي الحي والحاضر فيكن يعلم الغايب، اطلعوا مشان تاخذوا العبره.
حكم القاضي حسام أفندي على جعفر أفندي ابن أحمد طاشهان المسجل كتاجر بدفع غرامة مالية قيمتها 200 ذهبة وتنفيذ عقوبة الجرس عليه، وهذا بسبب بيع بضاعة فاسدة للناس وبأسعار مختلفة عن باقي التجار. يلا هلا أنا مضطرة ألبس هدول؟ طبعاً مضطرة، أصلاً ما كتير بيختلفوا عن تيابك بنوب، ما عم أفهم ليش متضايقة يعني. باشا إلينيكا، عرفت بالأخبار المهمة اللي بعت لك إياها مع وئام؟ ما حدا قال لي شي، تعالي. بسام باشا وقت اللي إجا لعندي اعترف لي بكل شي، هو ورا القصة. باشا شو بسام باشا؟ شايفك على طول قاعد هون بالخمارة، شو القصة يا ترى؟ إذا بدك بوصفك هون شو رأيك؟ سامحني يا باشا بس كمان حضرتك عم تجي. أنا بعرف إنه أنت كنت ورا السهم المسموم. وأنا جاي هلأ لحتى أخذ بتاري وانتقم. بس أنت ما فيك تعمل لي شيء. واثق من هالشيء؟ بحكي كل شيء بعرفه عنك للسلطان. ليش أنت شو اللي بتعرفه لحتى تحكيه للسلطان؟ قصتك أنت وفريال. فريال بتغصني يا نصوح. فريال بتكون عجيلتي. كل شيء بيناتكم بعرفه بالتفصيل. مو مزبوط هالحكي، أصلاً مستحيل حدا يصدق هالكلام. عندي إثبات على هالشي، أنت اشتريت بيت لفريال وهذا هو الطابو، وإذا بدك معي الرسالة المختومة بالختم تبعك. لك أنت كيف بتتجرأ؟ هيك لكان بسام باشا أخيراً اعترف في كل شيء. شكراً إلني، بوعدك بمكافأة كبيرة. أنا بكفيني تضل تجي لعندي وما بدي أي شيء تاني يا باشا، ولا تطول علي كتير. يلا امشي يلا. مين بتكون هاي؟ لازم هلأ نرجع على القصر. مو راجع، بدي روح على القارب. بعدين باخدك على القارب، بس هلأ لازم ارجع فوراً، عندي شغلة ضرورية. يلا. انت الشي اللي سويته حكمت على حالك بالموت. انت اللي بالاول بلشت. قل لهم رجالك ينزلوا سيوفهم احسن ما اذبحك. انت اخر واحد بيهددني يا باشا. تعرف شو بيصير إذا اللي بعرفه انفضح؟ واحد مثلك ما نهدي بسام. بالأول كان هيك بس هلأ لا. شو بدك؟ وأخيراً فهمت علي. خلينا نتفق لكان، بدك ترجعني على وظيفتي فوراً وتعملني بيك البكوات، وبعد فترة قصيرة رح تحطني وزير عندك. أنت أكيد عم تحلم، بدك ياني حطك وزير عندي؟ أنا اللي ماني قادر استوعب منين جبت هالوقاحة. لسه ما شفت شي بنوب. معك لبكرة المساء بس، يا بتعمل اللي قلت لك إياه أو بدك تتحمل النتائج. ¶¶
بدي اياكم تقتلوه اليوم. بكره الصبح بدي اسمع خبر وفاته. امرك يا باشا. باشا؟ خير بالي بيك، شو في؟ عم استنى حضرتك يا باشا. عندي خبر ولازم تعرف فيه قبل الكل. ليش شو صاير؟ اللي حاول يقتلك هو بسام. عندي خبر، بس ما بدي جلالة السلطان يعرف، حابب أنا أقله شخصيا. وليش لهلأ ما حطيته بالسجن؟ يعني هيك شخص المفروض إنه يتعاقب. بسام باشا لسه ما عرف شي عن هالموضوع لهلأ. إياكن تخلوه يشك بشي أبدا. رح نراقبه لفترة قصيرة لحتى نعرف إذا كان في حدا تاني معه. فهمت، بس أنا رايد إنه ارجع على القصر بالي بيك، أنا بعرف أتصرف منيح. يا جماعة طلع المشروب مسمم، روحوا شوفوا شو صار بالزلمة. مولاتي. اهلا هيام. مو متعوده انك تعزميني على العشاء، فيني اعرف شو سبب هالدعوه؟ هلا بقلك، بالاول خلينا نقعد. يلا كلي صحنك لأنه مو طيب الشوربة باردة، بعرف هي أكلتك المفضلة. كلي ولا تخافي، مو حاطة فيها سم. أعوذ بالله، بس أنا تعبانة شوي لأنه معدتي كتير عم تجعني. الشوربة بتفيدك، بتطري لك معدتك. باشا، شو صار معكم؟ نفذت أوامري؟ صار مثل ما أمرت، بس سام باشا ما رح تشوف خلقته بعد هلأ. كيفهم الأولاد مناح؟ زعلانين كتير على سفر أخوهن مصطفى، بتعرفي كتير بيحبوا بعض.
لازم يحبوا بعضهم، ما هن أساسا إخوة. سلطانة، ما حتقولي لي شو بدك مني؟ هالدعوة شو مناسبتها؟ قلتي لي إنه ماني عادلة وما بعاملك مثل ما بعامل الباقي، مزبوط هالحكي؟ وإنه أنتي مانك رضياني، لهيك حبيت إنه غير معاملتي معك. منيح، شكراً، وأنا ما بدي غير كون مثلهم. العداوة اللي بيناتنا طولت وأنا ما بقى حابة نتخانق من اليوم ورايح، مشان هيك أنا وياكي رح نسامح بعض. يسعد صباحك يا باشا. فيك تقلي شو إلك شغل هون يا بسام؟ بدي شوف جلالة السلطان، وبتشكرك على الضيافة اللي قدمت لي إياها مبارح بالليل، بس ما قالي نصيب إني أشربها لأنه المرة اللي كانت معي مبارح شربت قبل ما تسقيني. أنت مين مفكر حالك؟ أنا الشيطان تبعك، أنت غلطت ولازم إنك تتحاسب. جلالة السلطان سليمان المعظم. مولاي؟ في موضوع مهم بدي أحكيه مع حضرتكم، ويا ريت يا مولاي نحكي على موسيقى.